المواجهة الكبيرة في هذه الأوقات بين برشلونة ضد الهلال. أحييكم أنا رؤوف خليف في مهمة التعليق على مباراة اليوم. برشلونة سيكون تشكيله الأساسي اليوم على النحو التالي: في حراسة المرمى برافو، ماشيرانو، بيكي، دانيال ألفيش، جوردي ألبا، سيرخيو بوسكيتس، تشافي، إنيستا، وفي الخط الأمامي لويس سواريز، نيمار، ميسي. فرصة إحراز هدف. يقطع التمريرة وقاموا بتشتيت الكرة. ميسي، تسديدة إلى المرمى، كان على وشك استغلال ذلك الخطأ. يعجبني كثيرا الفريق الذي يضغط من الأمام هكذا، وأظن أنهم تصرفوا بسرعة رائعة في إبعاد التسديدة. كاريري، البيشي، ديغاو، الدوسري، كاريري، البيشي. بداية سريعة للمباراة رافقتها فرص ضائعة والجماهير تمني النفس بمتعة اللقاء. ينطلق بمجهود فردي، يا له من مرور رائع، إنه يتحرك إلى الأمام. هل يمكنه تسجيل الهدف؟ ومرة ثانية لم ينجح في التسجيل. إزديري تألق وأخرج الكرة إلى الركنية، وما زالت الخطورة موجودة. يريد لعب التوزيع في المنطقة. قفز للعب الرأسية، محاولة جميلة لكن ليست جيدة بما يكفي. كان تحت رقابة محكمة وقام المدافع بعمل جيد لمنع الهدف. لم يتمكن أي فريق من كسر الحواجز الدفاعية حتى الآن. القحطاني، يمد قدمه ويقطع الكرة. لويس سواريز، فاتت ومرت ووصلت إليه. تسديدة، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. سالم، ديغاو، الدوسري، القحطاني، الدوسري، الكرة للأمام، يلعبها بينية أرضية، أبعدها بمبدأ الأمان. القحطاني، إنيستا، والكرة للمنطقة الأمامية. تشافي، لويس سواريز،
لحظات قليلة على نهاية الشوط الأول وما تزال النتيجة سلبية لم تتحول. ماشيرانو يقفز ليلعبها براسه، محاولة جميلة لكن لا هدف. البيشي القحطاني يلعب كرة بينية، اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. افتكاك مميز خلصهم من الخطر. ميسي أمامه فرصة التسجيل، إنه بالطريق إلى المرمى والكرة داخل الشباك. تصويبة مدوية، لا أتخيل أنه قد سدد كرات أفضل من هذه. تابع المباراة والنتيجة الآن 1-0. سجل الهدف عند نهاية الشوط الأول لتصبح النتيجة هدفا دون رد. كاريري الدوسري يتقدم إلى الأمام وتخرج الكرة إلى رمي التماس. حاول بمفرده التوغل لكن بلا نجاح يذكر. يتحرك إلى الأمام، عدت الكرة وباش يسجلوها. وفي مصيدة التسلل يسقط ميسي. يلعبوها للأمام، وصلت إليه، ينطلق إلى منطقة الجزاء. ها هي التسديدة، يطلق الحكم مصافرة وانتهى الشوط الأول. النتيجة هدف لصفر، ونأمل أعزائي المشاهدين في مشاهدة مزيد من الأهداف. بداية الشوط الثاني أعزائي المشاهدين، البيشي سالم القحطاني مرت الكرة بشكل لطيف وينطلق. سيرخيو بوسكيتس ميسي نيمار يحاول تمريرها عبر الدفاع ويبعدونها. الدوسري ديغاو كاريري القحطاني
البيشي، سالم يستمر في الجري بالكرة، سالم جوردي ألبا يتسبب في خطأ مؤكد، ميسي الدوسري، وهكذا تسمح رمية التماس. ستذهب الكرة إليه، تدخل مش شرعي والخطأ موجود، ورقة صفراء مستحقة. يقفز من أجل الرأسية ويضعها في المرمى، أظهر براءة كبيرة بالتحرك إلى الكرة الملعوبة من كرة ثابتة هكذا. نواصل المباراة وأصبحت النتيجة متعادلة. برشلونة لم يجري أي تغييرات. نيمار، ميسي، كاريري، ميسي، تشافي، ويسدد. لقد فعلوها، لقد سجلوا الهدف الذي يمكن أن يكون هدف الفوز في المباراة. هذه بالتأكيد تمريرة سيئة في الوسط، رأى تمريرة ضالة، تحرك واعترضها وقطع الطريق حتى المرمى ليسجل الهدف. هجمة مرتدة كما يقول الكتاب. برشلونة متقدم بفارق هدف الآن. كاريري، الدوسري، والكرة ملعوبة إلى الأمام. قد تكون هذه فرصته. الدوسري، القحطاني، تلعب ناحية راية الركنية. إنيستا، لويس سواريز، وصلنا إلى آخر 15 دقيقة في المباراة. كاريري، ديغاو، يصفر الحكم، أعتقد أنه يحتسب المخالفة. والآن الكرة ملعوبة للأمام. تياغو نيفيس، ديغاو، الدوسري، ديغاو، البيشي، ميسي يسيطر عليها.
عليهم نقل الكرة إلى الأمام بسرعة في الأنفاس الأخيرة من هذه المباراة. يمر الوقت بسرعة، دقائق بل ثواني هي المتبقية من عمر المباراة، ويتحقق لهم الفوز. البيشي سالم، لا يمكنه إهدارها من هنا. ضربة ركنية، يتحرك بمفرده البيشي سالم، سيتعرض لعقوبة تحكيمية على تلك المخالفة. بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بتدخله العنيف. كرة طولية إلى الأمام، تنطلق الصافرة، انتهت المباراة رغم بعض الأخطاء الدفاعية التي ستثير غضب المدير الفني، فقد بذلوا ما يكفي من الجهد لتحقيق الانتصار. حسب رأيي أن بعض اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة. كانت هناك رغبة كبيرة في الفوز وانضباط شديد، لست أذكر قيام لاعب بتعمد العنف مع غيره. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد أخرى قادمة.